عليكم ورحمة الله وبركاته، مع برنامج مع يوم جديد، مع برنامج كفاءات أردني، مع سيدة الأعمال وسيدة المثابرة على هذا العمل السيدة عبير الطريفة. ست عبير، ممكن تعرفينا بحالك وبدايات عملك؟ ولي همك. أنا عبير الطريفة، خريجة كلية الأندلس، تخرجت من قسم الأزياء في كلية الأندلس. الحمد لله بفضل تعبي في دراستي كنت الأولى على تخصص في قسم الأزياء، خريجة سنة 2001. بالحقيقة يعني كان في كتير صعوبة لمنه، يعني قدرت أتجاوز فترة الدبلوم بامتياز. كان في حتى صعوبة في الدراسة، صعوبة في التعامل مع الطلبة، إنه الإنسان لحد ما يوصل لفترة التميز في دراسته بده يكون عنده جهد، عنده نشاط إنه يوصل للمرحلة اللي بده إياها والدراسة اللي بده إياها. الحمد لله بعد تخريجي اشتغلت في شركة الفيحاء للألبسة، كانت للزي الشرعي، كنت مسؤولة عن 8 خياطين، كنت أصغرهم عمرا، واجهت معهم صعوبات كتير كونهم خياطين وشباب كبار بالعمر، بس بفضل الله يعني الحمد لله وإصراري على أني بدي أنجح في شغلي قدرت أتميز في الشغل. طبعا انقطعت عن العمل فترة بسبب الزواج والأولاد. سنة 2009 رجعت عودت لشغلي، طبعا مش بالسهولة حصلت على الشغل، سعيت عدة مرات للوصول للشغل اللي بدي إياه، وبفضل الله بالآخر لقيت شغل كان في محل اسمه لبنى ولوزان في ضاحية الياسمين. كنت صغيرة بالعمر وواجهتني هاي صعوبة كخياطة، إنه الناس كانت نوعا ما تستخف بالعمر الصغير إنه يطلع منه قدرات، بس بفضل الله يعني كنت بأسلوبي مع الزباين وبإصراري إني أنا بدي أنجح في شغلي، ولما كانوا الزباين يشوفوا طريقة شغلي الحمد لله كانت تتفاجأوا الزباين من العمر والإنجاز اللي كانوا يحصلوا عليه. بالرغم من إني أنا كنت شاطرة في شغلي ساعدت إني أكون أنجح وأنجح فيه. دورت على أكثر من مدرس إني أزيد خبرتي في قسم الأزياء، والحمد لله فضل الله التقيت في مصمم بيشتغل مع إلي صعب كان اسمه أيسر، ساعدني بعدة شغلات، وبفضل الله بعدها بفترة اشتغلت أو مش اشتغلت تعلمت على إيد مصمم عنا أردني هو اسمه حسام مناصرة. كنت أطلع من شغلي يعني أصحى الصبح بكثير بكير، أطلع على دوامي أقعد ساعات طويلة بالدوام، دوامي كان طويل، ومع ذلك كنت أخلص دوامي وأطلع على حصة الأزياء عند الأستاذ حسام مناصرة. كنت أتعب، أوقات ما ألاقي وقت للأكل، أوقات ما ألاقي وقت للنوم، أوقات ما ألاقي وقت إني أشوف أولادي يعني، ومع ذلك كنت أروح وأعمل كل التزاماتي في بيتي ومع أولادي وأدرس درسي، وكان يعطيني واجب أروح على بيتي أعمله، وتاني يوم أرجع نفس الشيء، دوام مع أطفال مع شغل مع درس جديد. والحمد لله يعني أصريت بعدين اشتغلت في محل تاني لنفس أصحاب محل لبنى ولوزان، سلموني معرض أكبر من المعرض لبنى ولوزان كان اسمه المحل ناريز. الحمد لله كان إلي فضل في تأسيسه من ناحية إنه حبي للشغل هاد أعطاني نجاح في سعي إله. أصحاب شغلي كانوا كتير يحبوا إنه أنا طموحة، إنه أنا ما بحكي عن التعب، كنت آخر إشي أحكي فيه التعب مع إني أكون كتير مجهدة، آخر شيء كنت أفكر فيه التعب، آخر إشي كنت أفكر فيه كم راتبي، كنت أفكر كيف بدي أوصل لإني أنا بدي أكون عندي إطار معين حاب أحققه في شغلي. والحمد لله اشتغلت ما يقارب 7 سنوات في مجال الأزياء عند يعني في محلات تجارية. من 3 سنوات استخرت رب العالمين في بناء مشروع خاص فيا، وبداية المشروع اللي فتحته يعني كانت بداية كتير صعبة، وإجت هي البداية في بداية طفل جديد، وكنت يعني كتير مستصعب الموضوع إني فتحت شغل وإنه اكتشفت إنه في بيبي جديد رح يجي على الطريق، ومع ذلك ما تركت الموضوع إنه إني وقفني لحد معين. الحمد لله يعني الحمد لله ربنا أكرمني بشغلي وأكرمني في طفلي، والحمد لله رب العالمين. التعب كان تعب، ممكن أداوم كنت 15 ساعة باليوم وما كنت أتعب، يعني كنت أروح مجهدة جدا جدا جدا، والناس يستغربوا إن أنا حامل وبتعب كل ساعات الدوام الطويلة هاي،
والحمد لله فضل الله يعني لآخر يوم لحد ولادتي وأنا بداوم بالمحل، والحمد لله إجا طفل سليم والحمد لله، وشغلي الحمد لله نجح، وكان شغلي محل صغير وبعد سنة ونص من شغلي الحمد لله وسعت محلي لمحل أكبر. ممكن ست عبير تحكينا عن المخيطة وعن الأزياء الموجودة داخلها؟ بالحقيقة احنا بلشنا في المحل أزياء عبير، بلشنا فيه بمخيطة، المحل اسمه مخيطة وأزياء عبير، دخلنا فيه مخيطة زودناه بعدين بفساتين السهرة، والسنة هاي الحمد لله بفضل الله دخلنا بدلات الخطوبة، وإن شاء الله بإذن الله العام القادم رح ندخل بدلات العرس. بداية المخيطة كانت بداية تصليحات ألبسة، تفصيل تصليحات بشكل عام، الألبسة الستاتية طبعا. الحمد لله الزبائن كانوا عندنا إقبال على المخيطة لأنه اللي بتخيط فيها ست، كنا موظفتين الحمد لله، أنا موظفة والفضل الله هلأ أنا وموجود معي ثلاث موظفات، هلأ إحنا عم نأجر فساتين سهرة، عم نأجر بدلات خطوبة، عم نعدل الفستان سواء كان مقاس صغير سواء كان مقاس كبير، أي تعديل بطلب الزبون الحمد لله متواجد عندنا. بفضل الله وصلنا لمرحلة ما بدنا نحكي ممتازة، بدنا نحكي جيدة كبداية. طبعاً أي عمل بدك تقوم فيه بدك تسعى له، بدك تتعب لمنك توصل لمرحلة. لما كنا إحنا محل صغير كان لا يتجاوز 50 متر، أصبح الآن محلنا ما يقارب 110 متر، كله هذا بفضل رب العباد. طب ممكن ست عبير إلا أكيد طبعاً كل هاي المدة والبداية عملك وبداية دراساتك وبداية عملك عند محلات أخرى وبداية عملك في هذا المشروع الجديد، أكيد واجهتك بعض المشاكل والصعوبات، ممكن تحكي لنا بعض هذه المشاكل والصعوبات؟ بصراحة أكثر مشاكل وصعوبات كانت تواجهني شخصيا أنا قلة عدد ساعات النوم، تعب شديد، إرهاق، بس لما أحكي في بكرة يوم جديد وإنه أنا بدي أصير، بدي يكون لي محل، بدي أسعى لشغلي أتعب له وأني أحقق مستقبل لإلي، كنت أنسى التعب، كنت أنسى الإرهاق، كنت دائما ضحكتي الحمد لله مرسومة على وجهي وكان الزبائن كتير يتفائلوا فيها، هي كانت إرادتي كانت أكبر دعم إلي. وبالحقيقة كان والدي من الناس الداعمين إلي في هذا المجال، كان يشجعني دائما، وكان بداية الدعم المادي كان من والدي وهو اللي شجعني، وهو بفضل الله بفضله لمني وصلت للمرحلة اللي أنا فيها الحمد لله. طيب الآن ست عبير الآن ننتقل لموضوع ثاني عن منظومة الأمن والأمان داخل الأردن. بتعرف عن الأمن يعني كبلاد حوالينا عبارة عن حديقة داخل حريقة. مزبوط. الآن أنت بتطلب شغلك مرات إنه يتأخر بالليل. مزبوط. هل بيكون عندك وازع أمني داخلي؟ يعني عندك الأمن موجود داخلك؟ طبعاً الحمد لله إحنا محلنا بنداوم من الساعة 11 صباحاً للساعة 9-10 مساءً. الحمد لله بعمرنا ما تعرضنا لأي مشكلة كانت، وبفضل الله إحنا برمضان بنداوم قبل الإفطار وبنداوم بعد الإفطار، عم نداوم للفجر بعد الإفطار برمضان الحمد لله، ما صار يعني طول فترة دوامي من 2009 لحد الآن أي مشكلة نستدعي إن نحتاج فيها الأمن أصلاً، بدليل إنه محلنا مفتوح، محلنا على الشارع، بحياته ما تعرضنا لأي إساءة في داخل محلنا الحمد لله. الأردن بلد الأمن والأمان الحمد لله. ست عبير بسألك سؤال، لو حالفك الحظ وقابلت جلالة سيدنا شو بتحب تحكي له في هذه الأجواء؟ أول شيء بشكر على نعمة الأمن والأمان الموجودة في الأردن وعلى رجال الأمن الموجودين عندنا بالأردن. بصراحة رجال الأمن الموجودين بالأردن بيختلفوا عن أنحاء العالم كله، بالذات من ناحية التعامل. أنا عندي طفل اسمه محمد، أمنيته بحياته أنه يقابل الملك عبد الله، وهو بيشبه الملك عبد الله، وابني دائما يحكي هاي الكلمة يعني ماما أنا بشبه الملك عبد الله، حتى عيوني زرق مثل عيونه. فابني أمنيته يشوف الملك عبد الله، لدرجة أنه في أي طريق بنكون ماشيينها بوقف عند دوريات الشرطة بيسلم عليهم، وأنا بحترم فيهم احترام كبير إنهم بردوا عليه وبيسلموا عليه وبيقدموا له التحية كأنه هو رجل الأمن مش هم. كل الشكر لجلالة الملك عبد الله، والله يديم الأمن والأمان على الأردن وعلى الملك عبد الله وعلى على هاي الهاشمية كاملة. كل الشكر للملكة رانيا على دعمها للقطاع النسائي وقطاع الأطفال بالأردن وقطاع التعليم
وأنا فخورة جداً إني أنا بحمل الجنسية الأردنية وإني أنا بعيش على أرض الأردن، والله يديم الأمن والأمان.